الأهلي يعزف سيمفونية ويفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل لا شيء ويحافظ على صدارة الدوري منفردا. كابتن شريف ألف مبروك. مبروك كابتن أيمن، فوز جميل جدا، أداء مختلف عن المباراة اللي فاتت. الأهلي فوق القمة والأهلي القمة النهاردة. الأهلي القمة النهاردة بانتشاره في الملعب، بالضغط على الخصم، بفرض أسلوبه ولعبه، بعودة علي معلول. في إيقاع الأهلي كان محافظ عليه طول 90 دقيقة، ولكن كنا نتمنى إن الشوط الثاني يبقى زي الشوط الأول، يبقى فيه إصرار أكتر في إحراز الأهداف. ولكن يحسب ان انت حافظت على المكسب بتاعك. طبعا حافظت، ممكن تاخد اهداف اكتر من كده، انما في الحته الاخرانيه ما كانتش لعيبه مهتمه بيها. يعني حتى اللي نزل مكان بيرستاو او الاثنين اللي لعبوا، لعبوا اثنين راس حربه في الاخر، الاثنين لو اقل فرص واقل باس كان ممكن نوصل ونعزز الهدف. ده غير ان انت كان ممكن في اي وقت يخش فيك جول، الدنيا تتلخبط وتبقى تحت ضغط لغايه صفاره الحكم. وربنا ستر في كوره معينه اللي هي لعبها ببطء شويه محمد الشناوي، الحمد لله ان هي ما اصفرتش عن هدف يعني. ف شكله تناول المباراه هو ده اللي احنا دايما بنتمناه. لعيبه الاهلي قعدوا النهارده، الجماهير اللي راحت لهم في المحله الحقيقه، ثلاث نقاط مهمين جدا. لما تكسب بره ارضك وتكسب في الظروف اللي انت فيها وتكسب مكسب كبير زي ده، انا بسميه مكسب كبير الحقيقه، وتحقق طمانينه للجماهير وفرصه كبيره كمان للمدير الفني ان هو بيتعرف اكتر. او النهارده اتعرف على بيرستاو، شاف علي معلول وهو راجع شكل واداء مهم جدا في ناحيه الشمال، وراجل صانع العاب وبيعمل ايقاع جيد جدا وفي تناول. انت شايف ان المدير الفني لسه لحد دلوقتي بيستكشف ويتعرف؟ كل يوم انت تحت ضغوط دايما. انت لما يحصل لك اصابات او ايقافات او اي حاجه لازم يبقى فيه ايه؟ بديل. بديل عندك في الناس اللي هي تحت عندك لعيبه كبيره يعني، مش قليله. قفشه لو هو ما بيبتديش بيه، واللي انا مصر انه دايما هو شايف ان هو عايز يلعب بقفشه 30 دقيقه او حاجه زي كده، انما انا بصر ان قفشه دايما لازم يبقى موجود الحقيقه. وخاصه لما بتبقى لعيبتك في حاله بدنيه جيده، فاعتقد ان قفشه هيبقى منتج اكتر من كده كمان. كنا بنتكلم على البدايه النهارده، اتفرجنا وتعرف هو دايما على حسين الشحات في مكان كريم فؤاد، ونزل في الناحيه اليمين دي. فلازم اكتر من حاجه، هو اكتشف كريم فؤاد ازاي؟ لما سال وقالوا له ان في لعيب بيلعب في المنطقه دي ممكن يأدي فيها، فلما أدى بنجاح، أحرز هدفين في مباراتين ورا بعض. فكل اللعيبة دي ليها أدوار. اللاعب بقى هو نفسه، هو اللي بيجيب نفسه بالنسبة للمدير الفني. أنا يمكن أكون كنت لاعب أساسي وموجود، بس مع المدير الفني ده أنا غير موفق في إرسال الشكل الطبيعي ليا في الملعب. إيه اللي هيحصل إن أنا يتعرف عليا إزاي؟ غير إن أنا ملعب مش مباراة حبية، لا، المباراة الرسمية حاجة والمباراة الحبية دي حاجة تانية. أيوه. وساعات اللعيب بيبقى جاء يعني واخد على نفسه شويه ان هو ما بيبتديش، او هو مش موجود، او هو مش في الصوره مع اي لعيب كده. اي لعيب كده، واللي يضايق اللعيب ان هو ما يلعبش، مش ان هو ما بياخدش مكافئات ولا لا لا لا. اللعيب دايما هو اللي بعد ما يخلص المباراه وهو كسبان وما اعرفش ايه، الريسيفنج الاولاني او الشكل بالنسبه له في وسط الناس وفي وسط الدنيا اللي هو عايش فيها، ان هو كان بيلعب النهارده وانه كسب النهارده وانه ادى وانه عمل حاجه كويسه، ويخرج يلاغي نفسه ويكلم نفسه، انا النهارده عملت واحده كويسه، كان لازم اعمل واحده بالشكل ده. فانت بتقول لي المدير الفني بيدور على التعارف لسه، لا، هتلاقي خلاص لغايه اما يوصل لمرحله اللاعب بنفسه هو اللي بيدي القرار، مش المدير الفني اللي بيدي القرار. يعني خلاص بيبقى وصل مع لاعب معين، لا عندوش اكتر من كده، يا عنده اكتر من كده، هو اللي بيحدد مع المدير الفني انا فين من الحكايه. واديك شايف ممكن يلعب كريم فؤاد باك ليفت، وممكن يجيبوا هاف ليفت جوكر، وممكن يلعب باك رايت، وممكن كل يوم بيتعرف على اشياء معينه. النهارده انا بالنسبه لي محمد عبد المنعم حاله موجوده في الملعب، مدياني طمانينه شويه في الحاله الدفاعيه. علي معلول بنبارك له الاداء الجيد اللي في كاس العالم ووجوده، وبنشكره ان هو سرعه التلبيه ان هو يبقى موجود. السوليه النهارده الحقيقه تحمل مسؤوليه
وبقى موجود في كل حته في الملعب الحقيقه، فادى اللي عليه وزياده. إليو ديانج الطبيعي بتاعنا، اكرم توفيق عايزين نقول له اهدى على نفسك عشان ما تتعورش. اديك شايف ان الرساله قلتها لك قبل كده يا اكرم، ايه ده انت عندك سرعه وعندك قوه وعندك كلها وعندك ايقاع انك انت تقدر امتى تقطع الكوره وامتى تستلم الكوره وامتى تباصي. خلي الحياه تمشي على مزاجك انت، ما تبقاش خلي الكوره مشتركه دايما معاك في الحكايه دي. عندك امكانيات كلها، بس احنا بنخاف عليك تكون تصاب او اي حاجه، ربنا يبعد عنك الشر كله. كريم فؤاد النهارده اول شويه البيت الكباتن، ما انا لسه ده بيتكلموا كل واحد ربع ساعه. سيبه خدها خليها. لا 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 خد راحتك للاخر، احنا قدامنا ساعتين. لا 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 خدهم خدهم واحد واحد، احنا لحد دلوقتي دخلنا على كريم. انا مش عايز انسى حد. كملهم. لا 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 عشان ما قابلوش كمل اللي انت ما جبتش. لا صح 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 صح، كملهم وخد احتياط. كويس طبعا. بيرستاو النهارده تعرف الراجل عليه الحقيقه، وادى عنده حاله اثبات الوجود. فالمباراه الجايه باذن الله نفس الروح ما تقلش، نفس الضغط اللي حصل النهارده ما يقلش. هو ده اللي بيخليني وانا رايح العب اي فرقه النهارده جاي تقول المحله عندها 10 نقاط، المحله هي الوصيف، المحله عندها سرعات، المحله انت قعدنا نتكلم قلت لك كل ده قوم واداء الاهلي في الملعب بيلغي كل حاجه. مزبوط. لا هم بقى اللي يقدروا يدوروا عليك ويدوروا هيلعبوك ازاي وكده. فانهاء للحديث كله، الاهلي ادى اللي عليه النهارده لعبا ونتيجه، والاهلي هو القمه.